ما الحكم إذا خرج الدم من أنف الإنسان وهو في الصلاة؟ وهل خروج الدم من السن أو الجلد عفوا بلا قصد ينقض الوضوء؟ الدم اليسير لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة. يقول وإن تعمد ذلك؟ أما إذا كان كثيرا، إذا كان الدم كثيرا فهذا موضع خلاف بين العلماء، والأحوط أنه يعيد الوضوء، أنه يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء ويستأنف الصلاة من جديد، هذا هو الأحوط. نعم. يقول في آخر سؤال وإن تعمد ذلك؟ ما في فرق بين العمد وبين المهم خروج الدم. خروج الدم إن كان بكمية يسيرة فهو لا يضر، وإن كان بكمية كثيرة فهذا موضع الخلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها تبطل صلاته فيلزمه الخروج من الصلاة وإعادة الوضوء واستئناف الصلاة من جديد، ومنهم من يرى أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، وهذا قول فيه قوة في الحقيقة. نعم. فللإنسان أن ينظر، يعني يمكن أحيانا يأخذ بهذا وأحيانا يأخذ بهذا، إن كان في سعة فيتوضأ، وإن كان في ضيق كما في الحرم مثلا أو في الحج فيأخذ بالقول إذا الثاني. أمكنه أن يأخذ بالاحتياط فهو أحسن لا شك، إذا أمكنه نعم أن يأخذ بالاحتياط فهو أحسن. نعم. جزاكم الله خيرا.